طبيعة الحال احنا بالتقنية شو المنتخب اللي عنده محتوى 3 نقاط بالفاز على المنتخب السعودي، فغادي تكون المنافسة اللي غادي تكون كبيرة، وحنا عازمين ان شاء الله باش ان شاء الله نأكدوا نلعبوا التفوق ديالنا باش نحققوا ان شاء الله 3 نقاط تانية ونسمعوا في المصاري ديالنا ان شاء الله. كيف الأجواء داخل المنتخب خصوصا على المباراة مع سيريا؟ وتقدروا تحسموا بها بطاقة التأهل؟ الأجواء كتمر في حالة جديدة، في أجواء عائلية، هذا هو السر ديال المنتخب الوطني هو التلاحم ديال المجموعة، وكاع اللاعبين عندهم أوبجيكتيف واحد هو يحققوا إن شاء الله اللقب العربي إن شاء الله. حنايا بعد كنشوفوا المباراة ديال اليوم الغد إن شاء الله غتكون صعبة مختلفة على كل مباراة عندها الظروف ديالها، وحنا كنستعدوا بما فيه الكفاية إن شاء الله باش غدا نكونوا طامحين أولا نحققوا الفوز ويكون ثاني فوز على التوالي إن شاء الله. من بعد الالتحاق ديالكم بشكل متأخر بالمجموعة والغياب ديالكم المقابلة الأولى، واش مساوي جاهز للمقابلة؟ طبعا أنا جاهز وراني الإشارة للمدرب، وإذا احتاجني إن شاء الله غادي ندخل في الغارة.